حضرتك الحشائش المبيدات اللي انا قلتها لك لو هو استخدم زي مبيد الستومب اكسترا، ستومب اكسترا يشيل له حشائش الذره مش كمان يشيل له حشائش السمسم. بس مش هيأثر على السمسم. مش هيأثر على السمسم، هو دايما احنا بنوصي انك لما بتيجي تزرع بتغطي البذور جيد وترش المبيدات على سطح التربه. المبيد ده بيشيل الحشائش دي وبيشيل الحشائش دي سواء عريضه او ضيقه وما بيأثرش على ايه المحصولين. فده من المبيدات اللي ممكن ايه مشترك. اما حشيشه زي حشيشه النجيل، حشيشه النجيل بالنسبه لاستخداماتها بيبقى انا عندي السمسم ممكن استخدم اي مبيدات نجيليه زي السلكت زي الفيوزليد، انا بستخدمه على السمسم وده بطريقه امنه وبرش بيه النجيل، اصل النجيل ده برضو زي ما قلت لحضرتك حشيشه خطيره طبعا وتنتشر بسرعه وكل ما بتعزق الارض بتزود ايه انتشارها، فبالتالي بتبقى خطيره، فبالتالي هي محتاجه برنامج للمكافحه.